باسم جمعية الأسرى المحررين وباسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وباسم نادي الأسير الفلسطيني وباسم لجنة الفصائل الوطنية وباسم أهالي الأسرى البواسل نرحب بكم أجمل ترحيب وإكبار على أرواح الشهداء الأبرار مع قراءة الفاتحة. شكرا لكم جميعا. عرفناه نائبا في المجلس التشريعي وناشطا في كتلة فتح البرلمانية. عرفناه في وزارة الأسرى ورئيسا لهيئتها وصالة وعمل على تعديل الأنظمة والقوانين من أجل أن يحيا الأسرى وأهاليهم بعزة وكرامة. وفي هذا الظرف تحديدا كم كان تفكيرك أبا خالد بعيدا عن الوصول لهذه المناسبة وأنك لم تكن لترغب بها انطلاقا من كون أن الطريق إلى حرية الأسرى وحق العودة والقدس وفلسطين ما زال طويلا وشاقا لا بل ويزداد صعوبة وتعقيدا وهو بحاجة من أجل مواصلة الضرب للرجال من أمثالك. أقول ذلك انطلاقا من أن دورا جديدا ومهما لأبا خالد كما عهدناه في هذه المرحلة العصيبة لابد أن تبدأ من هنا ولإدراك أيضا بأنك لا تحب قصائد المديح لأن قدمك التي جالت مدن وقرى ومخيمات فلسطين ما زالت تتعفر بالتراب وآهات الأسرى وعذابات آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم. أننا نحبك كشهيد أعطى كل ما لديه، آمن إيمانا يقينيا وسلك على قاعدة هذا الإيمان بأنك حين تنبلي لخدمة هذه القضية فتنصهر فيها، ذلك ميدان نضال وكفاح يتصل بكل مسيرتك النضالية على مدار ما يقارب 40 عاما كنت في مواقع كفاحية مختلفة، دائما تشرفنا بك نحن إخوتك ورفاقك وأصدقائك، دائما تشرفت حركتك العظيمة فتح بأدائك، إن تصرفت وفقا لقواعد المسلكية الثورية التي تعلمناها في السجن، كانوا يعملون فيها امتحانات شفوية وتحريرية كانوا يراقبونا لما تتحول قواعد المسلكية الثورية إلى سلوك يومي،
تلك أزمنة لم تنساها، لأنه العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وديلك يا لما بتعاتب ام احمد اختك ام احمد كانها تعاند اخيها، تتذكر علي الجعفري الشهيد، تراه فيه يكفيك شرفا وفخرا. مجرد حضور ومجرد كراسي. شكرا لكم جميعا. والآن مع كلمة هيئة شؤون الأسرى والمحررين. عيسى قراقع حين عين وكلف بوزارة شؤون الأسرى والمحررين أحدث انقلابا حقيقيا في هذه المؤسسة. كنا عبارة عن موظفين ليس أكثر، نستقبل طلبات، نرفع أوراق دون أن نهتم بأهلنا بإخواننا بأمهاتنا، فقط مجرد موظفين لا نشعر بأي انتماء أو أي علاقة أخرى تربطنا مع أهالي الأسرى. هذا ما لم يقبل به عيسى قراقع، لذلك أنا قلت أحدث انقلابا وجعل منا إخوة ومشاركين لذوي الأسرى، جعلنا نعيش الهم يوما بيوم لحظة بلحظة. كان أكثر ما يسعده هو أن نستقبل أمهات الأسرى وذويهم من الأحضان، أن نبتسم في وجوههم، أن نعطيهم كل ما استطعنا أن نعطيه وأن نقدمه. جعل منا كائنات حية بعد أن كنا لا نختلف كثيرا عن الأثاث الموجود في المكاتب. جعلنا ننزل للشارع، ندخل البيوت، نرسم الابتسامة على شفاه أهالي الأسرى. هذا ما فعله الوزير المناضل عيسى قراقع. ما زلت واقفا صامدا في الخندق الذي أنت شاركت في حفره لنصرة إخوانك الأسرى. أخونا العزيز عيسى قراقع، أنا على يقين تام بأن عملك الدؤوب وجهودك المخلصة والوفية لإخوانك وأخواتك من ذوي الأسرى لم تنقطع على الإطلاق، وأعتقد الآن جازما أن دورك الحقيقي قد بدأ الآن. كل الاحترام لك ولكل من حضر، وشكرا لكم. الحضور الكريم، يعني بعتقد هي أصعب كلمة حقيقة. طوال اليوم نفكر ماذا يجب أن نقول، طوال اليوم نفكر هل نقف على هذا الحبل في السيرك ونتجنب السقوط أم أن نتحدث من القلب. هل هو وداع أم عودة إلى من خرجت من بيته؟ حقيقة حينما يطلب من فتح أن تلقي الكلمة يجب أن تقول كلمة الحق والفصل، ولا يجب أن تجامل فتح أحدا، ولا يجب لفتح أن تخجل من مشاعرها، ولا يجب لفتح أن تهين أبنائها، ولا يجب لفتح إلا أن ترفع رأسها عاليا بمن ضحى بمن عمره وحياته لأجله. اليوم أقف لأقول لا يكرم المرء في بيته، ولا يحق لنا إلا أن نقف أمام عيسى قراقع لنرد له الاعتذار باعتذار. نحن نعتذر لك. هذا كثير، فقد قالت أمهاتنا ما يجب أن يقال، لعل هناك عاقلا يسمع. لكن اسمح لي أن أقتبس من درويش
ما قال. كم كنت وحدك، كم كنت وحدك هي هجرة أخرى، فلا تكتب وصيتك الأخيرة والسلام. سقط السقوط وأنت تعلو فكرتك. كم كنت وحدك. سقط السقوط وأنت تعلو فكرة. كم كنت وحدك. هم يسلبون الآن جلدك، فاحذر ملامحهم وغندك. كم كنت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب. كم كنت وحدك. لكننا اليوم نقول من بيت لحم عيسى قراطع، لست وحدك، وإنها لفوق النسخ. شكرا لكم، شكرا للحاضرين، للأصدقاء، للأحبة، لأمهات الأسرى والشهداء، الأسرى المحررين، شكرا لكل المؤسسات، شكرا لشعبنا الفلسطيني العظيم الذي يستحق الكثير الكثير. أنا لست بطلا، وهذا التكريم أحيي له جميعه بكل ما تكلمت به، أحيي له لأكرم الأسرى الصامدين في سجون الحقيقة، لأكرم عائلاتهم، هم الذين يستحقون التكريم وليس أنا. وكل ما تكلمتم عنه لم أكن وحدي، كان معي، كنتم معي، وكان معي أصدقاء ومؤسسات وإخوان. هذا جهد جماعي، جهد الشعب الفلسطيني من أجل أغلى وأقدس وأعز قضية، وهي قضية الحرية. فأنا لست بطلا ولا أحتاج إلى تكريم، ولا تشعروني أنني انتهيت. أنا كان لي مواعيد كثيرة وسأقوم بها. أنا منع عمل كثير، فقضية الأسرى لا ترتبط لا بموقع ولا بمنصب، هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية كل إنسان في أي مكان كان. أنها قضية الحرية وقضية الكرامة. لا أدري ماذا يحدث في هذا الشهر، في شهر آب، في شهر آب في مثل هذا اليوم أطلق مدير سجن النقر الرصاص من مسافة صفر، من مسافة قريبة، على الشهيدين الأسيرين بسام السمودي وأسعد الشوري. ارتكبت مجزرة في مثل هذا اليوم من العام 1988. وكنت أفكر أخي أبو أدهم أن نذهب إلى جنين، إلى المقبرة، لنضع إلى ورد على ضريح الشهيد بسام السمودي. في مثل هذا اليوم اغتيل صديقي وحبيبي الشهيد الأسير شادي درويش. هذا الأسير الشبل البطل الذي استطاع أن يهرب من سجن الخليل بكل بطولة وأسطورة إلى أن اصطادوه وقتلوه بعد شهرين تقريبا من فراره. في مثل هذا الشهر أيضا كنا في سجن جنين، أنا وأخي قدورة فارس نحلم، هو الذي كان يحلم
بمؤسسة تشكل عنوانا شعبيا جماهيريا لقضية الأسرى. ومن هنا ولدت هذه الفكرة المقدسة إنشاء نادي الأسير الفلسطيني مع أخي قدورة فارس في الأردن. كان هناك طلبة لابنه أدهم، ونحن نطلب لأدهم عروسا. جاء خبر إقالتي، لقد بدأت مع هذا الرجل وانتهيت مع هذا الرجل، ومع كل هذا غنينا وفرحنا. في هذا الشهر اعتقلت أنا وزوجتي خوري، وفي سجن المسكوبية كنت لا أعرف إن كان اليوم نهارا أم ليلا. ففي محقق اسمه سميث بقول له قديش الساعة، فطلع علي باستفزاز وقال لي الساعة 6:30، يعني أنا أصبحت خارج الوقت. واليوم وبعد أن عدت لم أعد أنا خارج الوقت. هو عيد زواجي، فأنتم مفترض تهنوني ما تأبنوني. نعم، يعني هذه المفارقة هذا شهر 8، شهر عظيم. ما كتبه دخلت بيت ام سامر العساوي في القدس. كان ابو سامر وام سامر لحالها، فيش حدا في الدار. البيت خالي، كل أولاد بالسجن والبنات بالسجن. فهي سوت لي غدا وقالت لي يعني دخلتك علي مثل دخلت ابن سامر. ناصر أبو سرور زارت ناصر، فقلها يما اسمي ما تموتيش، بديش ياك تموتي. قالت لي يا ابني هو الموت بيدي، الله بلان. الناس كلها بدها تموت. قال لا، احنا اتفقنا نكون مع بعض ما تموت. وحسين كان معنا بالسجن وكان شاب نشيط، دائما يتحرى ودائما يخدم الأسرى، وخرج ليبقى بطلا ومناضلا وأزعج دولة الاحتلال المجرم. أن أنهي، شكرا لكم مرة أخرى. سأنهي بهذه القصيدة للشاعر العربي الكبير محمد مهدي الجواد. باقي وأعمار الضغاة قصار، من سفر مجدك عاطر موار. المجد أن تهدي حياتك كلها للناس، لا برم ولا إقطار. والمجد أن يحميك مجدك وحده، في الناس لا شرط ولا أنصار. والمجد إشعاع الضمير لضوئه، تهفو القلوب وتشخص الأبصار. والمجد للشهداء والأسرى وحدهم، يتمخض التاريخ في أعقابهم حمدا، وتعصف ليلة ونهار. والمجد أن لا تكون عبدا ذليلا، يحكمك الشبيحة والبلطجية والتجار. المجد أن لا تخون حليب أمك، ولدتك حرا ينطق باسمك الأحرار. والمجد جبار على أعتابه، والمجد جبار على أعتابه، تهوى الرؤوس
ويسقط الجبار. وشكرا لكم. يا أسير ويا أسير صعد كل الجماهير الشعبية تحية فلسطين. القيامة ذات يوم آتي عبثا تحاول لا مناء لذاهر ما لك القيامة ذات